السلام عليكم، ايه الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد في سلسله فيديوهات الساسكو سي اس. ان شاء الله النهارده هنعمل بوليسي او الاكسس بوليسي كامل عن الاوت باوند ايميل سيرفيسز عشان نقدر نعمل كنترول ونعمل سكيور لكل الاوت باوند ايميل سيرفيسز الخاصه بينا. تعالوا بينا نشوف ده هيحصل ازاي. هنفتح البراوزر الخاص بينا وهندخل على البورتر الخاصة بالإيميل سيكيورتي أو سي اس. باللوجن كريدنشال هنعمل أكسس، وزي ما احنا متعودين أي كونفيجريشن أو أي إيميل بوليسي أنا محتاج أعملها، إذا كانت في الإنباوند أو إذا كان في الأوتباوند، أنا محتاج الأول إن أنا أتأكد من السيكيورتي سيرفيسز. شوفنا في الفيديوهات اللي فاتت إزاي نقوم كل السيكيورتي سيرفيسز المختلفة وبيزد عليها نبدأ نطبقها في الميل بوليسز المختلفة، إذا كانت incoming أو إذا كانت في الكونتنت فلتر الخاصة بالincoming أو الoutgoing. تعالوا بينا نشوف الoutgoing. الoutgoing هيبقى بنفس الشكل الخاص بالincoming بس باختلاف بعض الحاجات البسيطة. طبعا أول انجن عندنا اللي هو الانتي سبام، بعد كده الانتي فيروس، بعد كده الادفانسد مالوير بروتكشن، الجراي ميل، الكونتنت فلتر، والاوت بريك فلتر هيبقى زياده عليهم الدي ال بي، والدي ال بي الخاص بالداتا لوس بريفنشن، وده اللي من خلاله بنقدر نعمل كنترول على ايه اللي يطلع من عندنا من فايلات وايه اليوزر اللي مسموح له يطلع داتا معينه او فايلز معينه. تعالوا بينا نبدأ بالانتي سبام، وطبعا زي ما انتم شايفين هي ديسيبلد. في الحالتين لو انا عايز اعمل بوليسي جديده غير الديفولت الموجوده بضيف بوليسي، بعمل كده outbound وبخليها في الترتيب نمبر 1 واضيف يوزر واضيف الماتشنج كريتيريا اللي انا عايزها. بمعنى اي سندر بات ماين ديسبلويت دوت نت هيبدا يماتش البوليسي دي زي ما احنا شايفين كده، ويبعت لاي ريسيبينت. طبعا ده في حاله الاوت باوند، يبقى أنا السندر أي حد من ماين ديسبلويت أورجانيزيشن هو السندر، والريسيبيانت هيكون على الإنترنت. هنضغط أوكي، بعد كده سبميت، وزي ما انتوا شايفين هي كل الكونفيجريشن بتاعتها بتيوز الديفولت أكسس بوليسي اللي تحتها. الأنتي سبام زي الأنتي سبام الخاص بالإنكومينج. طبعا لو أنا عايز أطبق السبام على الايميلات اللي طالعه من عندي بقدر اعملها من هنا، لكن انا افضل ان احنا نخليها ديسيبل. عندنا الانتي فيروس وده مهم جدا عشان نمنع اي عمليه ارسال لايميل بيكون فيه فيروسز. هنختار مكافي وصوف انجن، طبعا احنا مفعلينهم هنا من السكيورتي سيرفيسز زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت. ممكن نعمل دروب للانفكتد اتاشمنت، او ممكن نعمل سكان اونلي. عندنا كمان ريبيرد مسج هنعمل فيها ايه، هنعمل لها ديليفر اسس بس هنعمل بري ابند ونقول فيروس ريموفد. طبعا ده هيضر السمعه بتاعت الاورجانيزيشن بتاعته واليوزرز، فاحنا يستحسن ان احنا ما نعملش بري ابند خالص للسبجكت لاين. وكمان ممكن نعمل نوتيفيكيشن للسندر ونقول له ان كان في فيروسز. عندي كمان الانكريبتد مسج ممكن نعمل لها ديليفر ازز، وممكن كمان ما نعملش بري ابند. الان سكانب نفس الكلام، والفيروس انفكتد نعمل له دروب، ونقدر نعمل اركايف للايميل مسج ونعمل نوتيفيكيشن كمان للسندر. طبعا السندر هنا هيجي له النوتيفيكيشن دي، والسندر في حالتنا هو اليوزر بتاعنا كماين ديسبلويت. هنضغط سبميت. زي ما انتم شايفين الكونفيجريشن هنا مختلفه شويه عن الكونفيجريشن اللي بنعملها على الانكومينج بوليسي. عندنا كمان الادفانسد مالوير بروتكشن، هنعمل انيبل. دي الحاجات الخاصه بالمسج ايرور زي ما شرحناها في الانكومينج. هنعمل دريفر
as is، بس ممكن نعمل pre append او ممكن no، وده يستحسن no عشان الايميلات دي خارجه بره. احنا بنعمل ال pre append للسبجكت بحيث ان احنا نعمل awareness خاص باليوزر بتاعنا احنا في حالة ال incoming mail policies. زي ما انتم شايفين كده ممكن كمان نلغي ال archiving زي ما انتم حابين. عندنا كمان الجزء الخاص بالمسج اللي فيها مالوير، هنعمل لها دروب، او ممكن زي ما احنا عملنا الجزء الخاص بالادفانسد مالوير بروتكشن الخاص بالانكومينج ميل بوليسي، احنا عملناها دليفر اسس وحطينا كاستوم هيدر، وقلنا الكاستوم هيدر ده اللي هو هيبقى مالوير، ونعمل له كارانتين للايميل مسج بحيث ان احنا نقدر نعمل فورزر اناليسيز عليها. في حالتنا احنا ممكن نعمل دروب للمسج وما نستخدمش الكونتنت فلتر في حالة الكارانتين. كمان عندي فايل اناليسيز بيندنج، هنعمل لها دليفر ازز، بس ممكن برضو نشيل البري ابندد سبجكت لاين ونضغط سبميت. بعد كده جراي ميل مش محتاج ان انا استخدمه، لان الجراي ميل بيصنف لي الايميلات اللي خارجه من عندي، فمش محتاج ان انا اعملها. عندي كمان الكونتنت فلتر، انا بستخدم الديفولت اللي موجود فيها ستريب سيكريت هيدر اكسترنال سندر ريموف والاكونت تيك اوفر. عندي كمان الاوت بريك فلترز وهي ديسيبلد موجوده هنا، فاحنا ممكن نخليها ديسيبلد في حاله الاوت باوند. المهم عندي الجزء الخاص بالدي ال بي والانكريبشن، عشان افعل الدي ال بي هي موجوده في السكيورتي سيرفيسز، عندي حاجه اسمها داتا لوس بريفنشن، لازم اتاكد اللي هي انيبلد، وكمان اعمل لوجينج على الكونتنت او الماتشد كونتنت زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هدخل على الجزء الخاص بالانكريبشن، اتاكد برضو ان هي انيبل، وده طبعا الايميل ادرس الخاص بالادمنستريتور الخاص بالريجستورد انفلوب سيرفيس الخاصة بسيسكو اللي هو ال res.cisco.com اللي جالنا عليه السكيور دوكيمنت لو تفتكروا. بعد كده هنضغط سبميت. هنا بيقول لي الماكسيمم مسج سايز اوفر 10 ميجا بايت، بيقول لي ده ممكن يعمل disrupt للability of this appliance، ممكن اعمل cancel وممكن اقلل الحجم الخاص بالمسج اللي يعمل لها encryption. ممكن نضغط submit. بعد كده ممكن اعمل update now عشان الانجنز الخاصة بالدومين مابينج والبي اكس اي يقدر يكون عندهم ابديت. طيب كده انا فعلت السكيورتي سيرفيس الخاص بالايميل انكريبشن، وكمان الخاص بالدومين، وكمان الخاص بالداتا لوس بريفنشن. اقدر بكل بساطة ان انا استخدمها في الاوت جوينج ميل بوليسي، لكن خلينا في البداية نشوف الدي ال بي بوليسي مانجر فيها ايه. طبعا زي ما انتم شايفين في دي ال بي بوليسي، وفي بوليسي خاصه بالبي سي اي اللي هي البيمنت كارد اندستري داتا سكيورتي ستاندرد، وده كومبلاينس او ريجوليتوري الشركه اللي بيبقى عندها بي سي اي زي البنوك، لازم تحقق الشروط اللي فيها وتبقى كومبلاينت معاها، فبالتالي دي الرول الخاصه بيها. لو عملنا لها اديت هنقدر نعرف تفاصيلها ماشيه ازاي، واقدر كمان اعمل فلتريشن للاتاشمنت اللي انا استخدمها، وعندي كمان اقدر اضيف تاجنج على المسج، ودي السيفيريتي سيتنج اللي بيبقى فيها الكريتيكال سيفيريتي انسيدنت والهاي سيفيريتي
والميديوم واللو والسيفيريتي سكيل بيتحدد من ايه، اذا كان اجنور ولا اذا كان ميديوم هاي كريتيكال. طبعا اقدر اغير في الاوردر بتاع البوليسي، وكمان اقدر اضيف بوليسي جديده باختياري زي كده مثلا. اقدر بكل بساطه ان انا اعمل البوليسي بتاعتي او الدي ال بي بوليسي بتاعتي بيست على الريجوليتوري كومبلاينس، بيست على البي سي اي، بيست على الهيبا، بيست على الهيبا والهاي تك اللي هي لو ثريشولد او غيره كتير. وكل واحده من دول ليها البيزنس الخاص بيها اللي بيبقى كومبلاينت معاها او اللي لازم يكون كومبلاينت معاها، زي البنوك مثلا لازم تكون مع البي سي اي، وزي كمان الشركات الخاصه بالهيلث كير لازم تكون كومبلاينت مع الهيبا والمستشفيات وغيره. فبالتالي انا ممكن اقاد البي سي اي او اقاد الهيبا على حسب اللي انا عايزه. وعندي كمان اليو اس ستيت ريجوليتوري، ودي شويه ريجوليتوري ممكن ان انا كمان استخدمها. ممكن اعمل كاستمايزد ريجوليتوري بيزد على اللي انا عايزه بالنسبه للدوله بتاعتي. وزي ما انتم شايفين في اكتر من اكسبتبل يوز كونتاكت انفورميشن، ممكن ان انا لو في حد بيبعت ايميلات للكومبيتيتور، ممكن كمان ان انا اعمل انكريبتد، ممكن كمان ان انا ماتش على الانكريبتد اند بروتكتد فايلز، اماتش على الفايل تايبز وغيره كتير. فمثلا لو هعمل ماتشنج على الفايل تايب، انا كده بحدد وبشوف هل الحاجات دي موجوده في الايميل مسج ولا لا في الماتشنج. فهنا بشوف هي الماتشنج كرايتيريا ايه نظامها. هنا مثلا الفلتر اتاشمنت الكاتيجوري بتاعتها، لو انا اخترت دوكيومنت مثلا، فهختار ان مثلا لو لقيت في الايميل مسج اي باوربوينت هقدر اعمل لها دروب، او اقول ان انا لو لقيت اي اكسكيوتابل هروح اعمل برضو ليه دروب. فكده بمنع اي حد من عندي من الاورجانيزيشن ان هو يطلع executable file. ممكن اضغط submit على كده، ودي بقت اسمها file type وميديا file. ممكن بعد كده اروح ضيفها في ال outgoing mail policy. طبعا الحاجات دي بيتعمل لها customization based على requirement بتاعتك. زي ما انتوا شفتوا كده في الدي ال بي مانجر بيبقى عندنا اكتر من كرايتيريا واكتر من سيكيورتي كنترول اقدر اعمل بي دي ال بي بوليسي بتاعتي. انا هعمل اكسباند للاول كاتيجوري عشان تقدروا تشوفوهم وتقدروا تستخدموا اللي انتم محتاجينه. طبعا في بانكينج اكاونت نمبر، وفي حاجات كتيره جدا يقدر الايميل سيكيورتي ماتش عليها، بحيث ان انتم تعملوا كنترول قوي جدا على اي داتا بتطلع من عندكم. ده دي اللي بيه خاص بالايميل سيرفيسز الخاصه بيكم. وده بكل بساطه ازاي نقدر نطبقها. في عندي كمان الدي ال بي بوليسي كاستمايزيشن، ممكن ندخل على الديفولت اكشن ونشوف ايه الدنيا. هنلاقي ان المسج اكشن ديليفر، مع ان انا ممكن اعمل ديليفر وممكن اعمل كارانتين وممكن اعمل دروب. ان كيس ان اول لما يلاقي ماتشنج كرايتيريا على الحاجات هنا مثلا في حاله الفايل تايبس اللي انا قلت عليه، قلت ان انا لو لقيت اكسكيوتابل فايلز طالعه من عندي بالنسبه لكل اليوزرز هتعمل المسج ديليفر. بس انا ممكن اعمل ديليفر واعمل انكريبشن للفايلز، وكمان لو هي اكسكيوتابل وانا مش عايزها تطلع بره انا ممكن اعمل لها دروب او كارانتين زي ما انتوا شايفين كده. طيب انا ممكن اضيف اكشن جديد واسميه بلوك، وكمان ممكن اضيف اكشن تاني واسميه انكريبتد، بحيث ان انا اعمل ديليفر المسج بس هانيبل عليها الانكريبشن. وممكن استخدم المسج انكريبشن او انكريبشن في حاله
ان تي ال اس فيل فانا هعمل دايما يوز المسج انكريبشن. عندي حاجه اسمها سي ار اي اس هاي ولو وميد، دي هنشوفها، ودي خاصه بالريجستر انفلوب سيرفيس الخاصه بالانكريبشن سيرفيسز الخاصه بسيسكو، هنشوفها برضو. فاحنا هنختار هاي، ممكن اضيف السبجكت اللي انا عايزه، ممكن كمان اسند كوبي من المسج دي للفولدرات الخاصه بالكارانتين سنترلايز كارانتين او اذر كارانتين. تعال نشوف الانكريبشن بروفايلز دي موجوده فين. هي موجوده في السكيورتي سيرفيسز، ندخل على سيسكو ايرن بورت ايميل انكريبشن، هلاقي فيه بروفايلز دي، في منها الهاي واللو والميديوم زي ما احنا شفنا. بكل بساطه دي بتبقى السيرفيس اللي انا هستخدمها وازاي هقدر اعمل انكريبشن للايميل مسج اللي طالع من عندي. طبعا هنا الكي سيرفيس تايب، هل انا اختار ريجسترد انفلوب سيرفيس اللي هي كلاود بيزد من سيسكو، ولا استخدم انكريبشن ابلاينس عندي في النتورك. ده بيزد عليه هقدر اشوف ازاي هقدر اعمل انكريبشن. ده طبعا اليو ار ال اللي من خلاله الادمن يقدر يمانج كل كل الانكريبتد ايميل مسج الخاص بالاورجنايزيشن بتاعته من خلال res.cisco.com. طبعا كمان هنا في advanced setting خاصة بالاكسترنال URL payload بيبقى يتباعت عن طريق ال HTTP ولا ال HTTPS، هي recommended ان يكون HTTP. طبعا ال envelope message security، هل هي هتبقى high security ولا medium ولا no phrase، الفرق ما بينهم في ال passphrase اللي اليوزر او الريسيبيانت بيقدر يكتبهم عشان يريفيو ال encrypted message. هنا مثلا no passphrase required، فبالتالي اول ما يضغط على الايميل مسج او السكيور دوكيمنت هتظهر له على طول من غير ما يكتب اليوزر نيم او الباسورد بتاعه. ميديوم سكيورتي، هنا مش محتاج ان هو يحط باس فريز ان كيس ان الريسيبيانت كريدنشال كاشد، انما الهاي سكيورتي حتى لو الكريدنشال كاشد هو محتاج ان هو برضه يحط باس فريز. طبعا هنا في الكاستوم لينك الخاص باللوجو، لو انت عايز تحط لوجو عشان الريسيبيانت يشوف اللوجو الخاص بالاورجنايزيشن بتاعتك، ريت ريسيبيانت. وكمان في عندي الاند يوزر كنترول اللي هي زي لو انت في حد من الريسيبيانت عايز يعمل ريبلاي اول، هيعمل ريبلاي اول بشكل سكيور انكريبتد برضو، او لو عايز يعمل فوروردنج للايميل مسج هيعملها برضو سكيور. كل ده تقدر تتحكم فيه من خلال الانكريبشن بروفايلز اللي قدامنا، وبعد كده تقدر تطبقها بكل بساطه على الدي ال بي بوليسي كاستمايزيشن اللي من هنا. كده انا عملت اتنين اكشن، بيزد على الاكشن دول انا ممكن اطبقهم على البوليسي اللي انا عاملها. عندي هنا مثلا الفايل تايب زي ما احنا اخترنا الكاتيجوريز من هنا، انا بعد كده هختار الاكشن. هنا الاكشن زي ما انتم شايفين لو critical severity incident بيعمل ديفولت اكشن، لا انا مثلا هعملها بلوك في حاله الفايل تايبس، هعمل بلوك في حاله الهاي سيفيريتي، انا برضو هعمل بلوك، او ممكن اعمل انهيرت من الكريتيكال سيفيريتي انسيدنت، وده الريكومندد اوبشن. تعالوا نعمل سبميت، ممكن كمان اضيف واحده واقول ان لو في مثلا confidential file عندي طلع، فانا ممكن لو network diagram مثلا اتبعت في الايميل مسج انا بعد كده هضيف action اللي هو encrypted، فده هيعمل encryption للايميل مسج اللي فيها network diagram. وبكل بساطة اروح اطبقها على outgoing mail policy الخاصة باليوزرز المعينين. يعني انا ممكن اقسم كمان الاوتباوند ايميل بوليسي لاكتر من حاجة، اقول مثلا ان جي سلامة وهو طالع كسندر، يتطبق عليه البوليسي دي زي ما احنا متعودين. طبعا الترتيب بتاعها هيبقى رقم 2، لا انا ممكن اخليها نمبر 1 عشان كمان نمبر واسميها جي سلامة،
كده خليتها فوق بتماتش او بتاخد كل السيتنج الخاصة بالديفولت. لكن هاجي هنا في الدي ال بي مثلا، وهخليها النتورك دياجرام والفايل تايب بس. بعد كده اعمل كومبت. ده بكل بساطة ازاي اقدر استخدم الدي ال بي والانكريبشن للحاجة اللي انا عايزها. يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم وبسيط. اشوفكم على خير.